اهلا وسهلا ومرحبا بكم في سلسلة كلمة واحدة لكن ألف معنى. المفروض ان في السلسلة دي بيبقى عندنا كلمة واحدة ولكن لها كذا معنى. كلمة اليوم كلمة silence. silence ممكن تيجي كفعل as a verb، بيبقى معناها يسكت، تسكت حد. على سبيل المثال هقول some teachers find it difficult to silence the students، بمعنى ان بعض المدرسين يجدوا فيه صعوبة ان هم يسكتوا الطلاب. عايز تقول لواحد يسكت silence، كده هي فعل. كلمة silence كاسم معناها سكوت. يعني مثلا هقول my sister doesn't like the silence of night، يعني اختي ما بتحبش سكوت الليل. بالمناسبة لو انا عايز اقول يكسر حاجز الصمت هقول break the silence or shatter the silence.